اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. هنكمل مع بعض في الاستابيليتي باستخدام الراوس هيرويدز كرايتيريا، والنهارده هناخد الديزاين للكنترول سيستم، بمعنى ان عندي السيستم فيه انون بارامتر اسمه كي او انون جين كي، وانا عايز اجيب الرينج بتاعه بحيث انه يخلي لي السيستم ستيبل. وطبعا في فيديو النهارده هنغطي ما يقرب من 5 امثله عشان يفهم الموضوع بالتفصيل. هنبدأ بأول مثال بيقولي هات الرينج بتاع الكي عشان يحقق الاستابيليتي، مع العلم ان انا هستخدم يونيتي فيدباك كنترول سيستم الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بالشكل ده. يبقى تاني بيقولك ان انا عندي يونيتي فيدباك كنترول سيستم الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بتاعته قدامك اللي هي دي، يبقى دي عبارة عن الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، وانا في الراو ستيبل مش بشتغل على الاوبن لوب، انا بشتغل على الكلوزد لوب. هناخد الاوبن لوب اللي هو الدهاني نحطها كده في الفورورد، وهعمل فيدباك يونيتي فيدباك ليه عملت يونيتي، هو قال لي في المساله يونيتي، وهعمل كده سامينج وادخل الار واطلع السي، واقول ان دي الجي ودي الاتش. يبقى انا محتاج معادله الكلوزد لوب، اجيبها ازاي؟ ركز معايا كده، يا اما زي ما انا شرحت سابقا الكلوزد لوب مباشره هروح استخدم القانون الفورورد على واحد عكس الاشاره تبقى زائد، هضرب الفورورد في الفيدباك اللي هي الجي في الاتش واعوض واخلصها تطلع بالشكل ده، او طول ما قلنا عندي يونيتي فيدباك يبقى انا هستخدم بسط الفورورد عندي احطه زي ما هو، مقام الفورورد عندي احطه في مقام الكلوزد، واجمع البسط عليه او زائد البسط، هنا انزل البسط من فوق او زائد البسط، تمام. يبقى دي الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن. همسك المقام ده اعمل ايه؟ افك يطلع بالشكل ده. يبقى الكاركترستيك ايكويشن هي ايه؟ المقام بيساوي زيرو. دي احدى طرق الحل، او ممكن مباشره من غير ما انت تعمل اللوب دي او من غير ما تعمل كلوزد لوب. ركز معايا كده، الكلوزد لوب عموما عباره عن ايه؟ جي عباره عن الفيد فورورد ترانسفير فانكشن، اسمها فورورد ترانسفير فانكشن، او الواحد عكس الاشاره زائد. هضرب الجي في الاتش، هضرب الجي اللي هنا في الاتش، ضرب الجي في الاتش او ضرب البلوكات كلها اللي موجوده في الكلوزد لوب اللي هنا في اللوب دي، دي اسمها الاوبن لوب، اوبن لوب جين، اوبن لوب جين، اضرب الجي في الاتش. هي مقام ترانسفير فانكشن ده عباره عن ايه؟ واحد زائد الجي في الاتش، مش ده عباره عن كاركترستيك ايكويشن؟ مش هو ده اللي باخده بسوي بالزيرو؟ طب ما اخد على طول اقول كده الكاركترستيك ايكويشن بتساوي واحد زائد الجي في الاتش، الاتش عباره عن يونتي فيدباك يعني قيمتها بواحد، يبقى اقول واحد زائد جي. طب مش الجي اتش اصلا عباره عن الاوبن لوب؟ يبقى الجي في الاتش عباره عن اوبن لوب، يبقى انا خدت المقام هسويه بالزيرو، يبقى دي اسمها الكاركترستيك ايكويشن، تمام. يبقى عندي الجي في الاتش دي عباره عن اوبن لوب، يبقى الكاركترستيك ايكويشن بتساوي واحد زائد الاوبن لوب جين، الاوبن لوب جين اللي هو الجي في الاتش، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل في البلوك ريدكشن. ركز معايا كده، الاوبن لوب عباره عن ايه؟ اللي هي الجي مع الاتش بواحد، يبقى واحد زائد جي، يبقى واحد زائد دي الاتش بواحد. امسك دي اوحد مقامات واساويها بالزيرو. طب من غير ما توحد مقامات في طريقه مختصره جدا، هتاخد المقام هتقول طول ما الاشاره دي زائد يبقى زائد البسط بيساوي زيرو. يبقى تاني هاخد انت واحد مقامات، بعد ما توحد مقامات خد البسط بيساوي زيرو، ما طول ما في ترم عباره عن بسط ومقام بيساوي زيرو، المفروض اخد البسط بس اللي بيساوي زيرو، واحد مقامات وخد البسط بيساوي زيرو، او على طول هديك الناتج مباشره، المقام زائد البسط يساوي زيرو. بص كده، المقام اهو زائد البسط يساوي زيرو، وفكيت انا دي طلعت بالمعادله دي، هتلاقي المعادله دي هي نفس المعادله اللي جبتها في السلايد اللي فات. يبقى تحل بطريقتين، يا اما تحل بالطريقه اللي فاتت وتجيبها عادي خالص، يا اما تقول واحد زائد الاوبن لوب، الاوبن لوب اللي هي الجي في الاتش، الجي اهي، يبقى اقول واحد زائد الجي في الاتش، الاتش بواحد، يبقى اقول المقام زائد الكي تساوي زيرو. دي الكاركترستيك ايكويشن، ده حل مختصر جدا ممكن تحل بيه في الامتحان. الكلام ده ينطبق في حاله اليونيتي فيدباك، او مش يونيتي، هتضرب الجي في الاتش هنا، تحط الاتش هنا بالبلوك اللي هنا، هنا وتضرب وتخلصها زي ما قلنا. نروح للمساله الاصليه، ده الكاركترستيك ايكويشن، هاخدها اعمل التيبل بتاعي، ابدا باس تكعيب، اس تربيع، اس واحد، اس زيرو. يلا كده، اس تكعيب ابدا هنا بواحد، اسيب اللي بعده اخد الاثنين، اسيب الواحد اخد الثلاثه تحت، الثلاثه اخد بعد كده الكي. يبقى كده انا خلصت كل المعاملات في اول صفين، لان المعادله صحيحه في الشكل الصحيح. ابتدي اجيب العنصر اللي هنا، اجيبه ازاي؟ 3 في 2 ناقص 1 في كي على 3، زي ما اتعلمت، تطلع انا خلصتها لك هنا ب 6 ناقص كي على 3، تطلع بالشكل ده، تمام. يلا العمود اللي بعده مع ده، اعمل ايه؟ مفيش، يبقى اسيبها فاضيه. يلا كده، انا عايز العنصر مع اس اس 0، اجيبه ازاي؟ بالمحدده اللي فوق، ما تفكش تاخد وقت، لا، العنصر ده تحت منه فاضي او 0، خد العنصر ده سقطه تحت هنا، ينزل كي زي ما هو، فكها عادي
وتخلصها تطلع كي اصلا تسقطها هنا. تمام يا شباب؟ يلا كده، عشان السيستم يبقى ستيبل لازم العمود الاول كله يبقى موجب. يبقى عشان السيستم يبقى ستيبل العمود الاول كله يبقى موجب، الواحد موجب والثلاثه موجب، يبقى ده لازم يبقى موجب. موجب يعني اكبر من زيرو، ده لازم يبقى موجب يبقى اكبر من زيرو. من المعادله الاولى هجيب شرط هضرب 3 كده خلصت، يبقى 3 في 0 طارت، هيبقى 6 ناقص كي اكبر من الزيرو، يبقى ال 6 عندي اقل من ال 6 هتبقى اكبر من كي، يبقى الكي اقل من 6. خد الكي الناحيه الثانيه، تبقى الكي اقل من 6، اقرا صح. وعندي كي اكبر من زيرو، يبقى الرينج بيقول لي عشان السيستم يبقى ستيبل من دي يبقى عندي كي اكبر من زيرو، ومن دي الكي اقل من 6، يبقى السيستم عشان يبقى ستيبل اعمل دمج للشرطين مع بعض، يبقى اقول كي اكبر من زيرو واقل من 6. يبقى عشان السيستم يبقى ستيبل يبقى الكي من 0 ل 6. عند ال 6 السيستم يبقى كريتيكال، خلي بالك عند ال 6 بالظبط كي بتساوي 6 السيستم يبقى كريتيكال. عند كريتيكال يعني يعمل اوسيليشن. نروح لمثال 2، هو مديني الكاركترستيك ايكويشن هنا زي ما قلنا، ممكن يديها لك اوبن لوب وتعملها زي المثال فات، او يديها لك جاهزه اهو. ماشي اوكي، يلا المعاملات كلها موجوده مترتبه ترتيب تنازلي، المعادله في شكلها الصحيح. نعمل اسوس 4 لغايه اسوس كام؟ اس 0. نبدا معامل اسوس 4 ب1، نسيب اللي بعده اللي هو الاثنين، ناخد ده يبقى 4 زائد كي، ده كله معامل اس تربيع. نسيب ده ناخد ال 25، نبدا بعد كده اس تكعيب تبدا ب 2 تبقى 2، اسيب اللي بعده اخد التسعة. خلاص كده خلصنا المعاملات، نبتدي نفك المحدد. اول 2 في دي ناقص 1 في 9 على 2، يلا كده على 2، يبقى انا فكيتها لك اهو، تطلع 2 كي ناقص 1 على 2 تطلع بالقيمه دي. يلا كده العمود اللي بعده ده مع العمود ده يطلع العنصر لهنا. طب العمود ده تحت منه فاضي، يبقى ال 25 نزلها على طول، مفيش مشكله مش محتاج تفك عشان وقت الامتحان، يبقى 25 على طول. اعمل ايه؟ اه العنصر اللي هنا اجيبه ازاي؟ يبقى اقول ده في ده ناقص ده في ده على العنصر اللي هنا كده، طبعا اهي طلعت بالمعادله دي. طلعنا المعادله دي، يلا كده انا عايز العنصر اللي هنا، يبقى افكه بالمحدده اللي فوق منه. اه ال 25 تحتها فاضي، نزل 25 على طول خلاص من غير ما انت تفك، يبقى 25 هنا. اعمل ايه بعد كده؟ اخد العمود الاول، المفروض الاشارات كلها تبقى ايه؟ موجب. يبقى الواحد موجب، اثنين موجب، يبقى ده لازم يبقى موجب اكبر من زيرو، ده يبقى موجب اكبر من زيرو، وال25 موجب. بالمعادله الاولانيه عشان الترم ده يبقى موجب، الاثنين طارت، يبقى 2 كي ناقص 1 تبقى اكبر من زيرو. ركز معايا كده. من المعادله الثانيه برضو، من المعادله الثانيه لازم تبقى اكبر من زيرو، يبقى عندي البسط يبقى اكبر من زيرو. طول ما معادله ترم بسط وترم مقام واكبر من زيرو، يبقى ما ينفعش اقول المقام ده اضربه في زيرو اطيره. غلط. ليه؟ لان ده معادله. تمام؟ يبقى اقول عشان المعادله دي تبقى اكبر من زيرو لازم البسط يبقى اكبر من زيرو. البسط يبقى اكبر من زيرو، اعوض في كده وادي 109 الناحيه الثانيه واقسم على 18، تطلع الكي اكبر من 109 على 18 تقريبا. القيمه دي ب 6.5%، يعني لازم الكي تبقى اكبر من 6.5%. لازم طول ما الترم ده اكبر من زيرو لازم البسط اكبر من زيرو والمقام اكبر من زيرو. ركز معايا، طول ما معادله فيها بسط ومقام اكبر من زيرو يبقى البسط اكبر من زيرو والمقام اكبر من زيرو. المقام اكبر من زيرو من هنا، يبقى 2 كي ناقص 1 اكبر من زيرو، يبقى ودي الواحد الناحيه الثانيه، يبقى الكي اكبر من نص. والمعادله اللي فوق دي برضو هتطلع منها الكي اكبر من نص، يبقى كي اكبر من نص واكبر من نص واكبر من 6.5%. اخد مين؟ ال 6.5%، يبقى لازم الكي تبقى اكبر من 6.5%. تمام؟ يبقى دايما اخد اكبر من اعلى قيمه، النص والسته من الاكبر السته، يبقى لازم الكي تبقى اكبر من 6 عشان تحقق الشرطين مع بعض، اللي هي السته اللي هي خدتها كسر اللي هي 109 على 18. يلا اكزامبل 3، اكزامبل 3 مديني السيستم بالشكل ده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي هات الرينج بتاع الكي اللي حقق الاستابيلتي عنه. اسيوم ذات ان الكي اكبر من زيرو، يعني بيقول لك ان الكي دايما موجبه، كي دايما بوزيتيف. ركز من الشرط ده، يبقى زي ما انا شرحت، يا اما تخلص المعادله دي ككلوزد لوب، ككلوزد لوب وتطلعها، يا اما اقول كده اضرب الكي في البسط، يبقى دي الاوبن لوب وادي يونيتي فيدباك، يبقى البسط بتاع كلوزد لوب اللي هو بسط الاوبن لوب اهي، مقام دي خده تحت شايفه اهو، زائد البسط، شايف البسط ده كله؟ اقول زائد البسط من هنا اهو نزل. خلص دي تطلع بالشكل ده، او عوض في القوانين اللي احنا خدناها مفيش مشكله، او تقول واحد زائد الاوبن لوب، الاوبن لوب اللي هي دي في دي في واحد، دي في دي في دي، واحد زائد الكي مضروب في دي في دي بيساوي زيرو. تخلصها تطلع على طول عندك بالمقام ده، تاخد المقام ده بتساويه بالزيرو، ده الكاركترستيك ايكويشن. تمام؟ يلا نروح للراوس تيبل، هنبتدي نحط الباور بتاعتنا. اس تكعيب معاملها بواحد، الغي ده اخد اللي بعده، 31 زائد كي على بعضه، بعد كده ده كله الحد المطلق، ده الحد المطلق يبقى ما اخدوش. اس تربيع عندي بسبعه، الغي العنصر ده اخد اللي بعده، اللي بعده اللي هو كل ده، كل ده لان ده الحد المطلق، ابتدي اضرب ده في ده ناقص ده في ده على السبعه زي ما قلنا اهو، تطلع عندي بالقيمه دي. خلصتها انا، طلعت بالقيمه دي. يلا كده اه افك المحدده دي، اعمل ايه؟ المحدده دي عشان افكها اروح اسقط العنصر مين؟ الاخير ده لان تحت منه فاضي، ينزل تحت، او تفكها عندك
تطلع هتلقى في الاخر هتطلع لازم العنصر ده يطلع هنا. يلا كده يبقى العمود الاول كله يبقى موجب، اعمل ايه؟ يبقى ده اكبر من زيرو وده اكبر من زيرو، ده اكبر من زيرو تطلع الكي اقل من 12.5. طب نروح للمعادله الاولانيه، اولا هناخد البسط اكبر من زيرو، السبعه طارت لان هي اصلا موجبه، يبقى البسط اكبر من زيرو، يبقى عندي الكي هتودي دي الناحيه الثانيه تبقى بالسالب، سالب 192 على 9، تطلع الكي اكبر من سالب 192 على 9. يبقى اعمل ايه؟ خلي بالك الكي اكبر من سالب القيمه دي، وخلي بالك في بدايه المساله بيقول لك ان الكي دايما اكبر من زيرو، يبقى الكي اكبر من السالب والكي اكبر من الزيرو، يبقى مين الشرط اللي اخده فيهم تبقى الكي اكبر من الزيرو. اروح للشرط الثاني، الشرط الثاني يبقى عندي ركز معايا كده، بص الاثنين كي هتروح الناحيه الثانيه، يبقى الاثنين كي اقل من 25، اقرا صح، يبقى الكي اقل من 12.5، يبقى من الشرط ده والشرط الموجود في المساله، يبقى الكي اكبر من زيرو وكي اقل من 12.5، يبقى الرينج بتاع الكي اكبر من زيرو واقل من 12.5. نروح لمثال 4، مديني برضو سيستم كلوزد لوب زي ما انت شايف كده، عايز الرينج بتاع الكي والكي اتش، لان الكي مجهوله والكي اتش مجهوله، عايز الرينج بتاعهم. ركز معايا كده، يبقى لازم اخلص دي، لازم اخلص دي كلوزد لوب، الجزء اللي جوه ده خلصه ككلوزد لوب، خلصته اهو زي ما احنا اتعلمنا، طلعت بالشكل ده. طبعا انا حطيتها، نروح نضرب دي في دي يبقى دي الاوبن، يبقى اضرب دي في دي ويبقى الاوبن، اقول الكاركترستيك ايكويشن بتساوي 1 زائد الاوبن دي في دي بتساوي 0، يا اما اضرب الاس في المقام، اس في المقام، يبقى كلوزد لوب ترانسفير فانكشن عباره عن ايه؟ البسط عباره عن 20 كي، المقام اللي هو اس في دي زائد البسط اللي يطلع، او ممكن تخلصها بالقوانين التقليديه عادي خالص، تطلع بالمعادله النهائيه. المعادله النهائيه يطلع المقام هنا اهو، طبعا ده هياخد وقت من، يطلع ده المقام. طبعا هنا هتلقى فيه ترمات، بص كده هتلقى فيه ترمات كده، لازم اجمع الاسات مع بعض، يبقى اس لوحدها ايه وكل الترمات المشتركه مع اس، فاهمين الفكره؟ يلا نروح كده للكاركترستيك ايكويشن، نعمل ايه؟ نحط التيبل بتاعنا، ادي الباور زي ما احنا اتعلمنا، نبتدي اس تكعيب، هنا المعامل يبقى بواحد، هنا اسيب ده اخد ده، يبقى عندي اللي بعته مفيش حاجه تاني. نروح بعد كده لاس تربيع يبقى بخمسه، اسيب ده اخد ده، تمام؟ الخمسه اهو، وادي الترم التاني، اضرب ده في ده ناقص ده في ده، واقسم على كام؟ على خمسه، ما تغلطش. انا خلصتها هنا، خلصتها اهي، طلعت بالمعادله دي، بعد ما تطلع بالمعادله دي احطها هنا، انا عايز العنصر اللي هنا، ما تضربش ولا تعمل اي حاجه، سقط على طول 20 كي دي، اسحبها من فوق نزلها تحت، تطلع 20 كي، عوض هنا ب 20 كي، 20 كي. هبتدي اروح للعمود الاول، يبقى العمود الاول دايما يبقى موجب، يبقى المعادله دي لازم تبقى موجبه وال20 كي تبقى موجب، اصلا 20 كي اكبر من زيرو يبقى الكي اكبر من زيرو، خلصت اول دي. اما المعادله الاولانيه دي تعال كده ركز معايا كده، هروح للمعادله الاولانيه، انت من المعادله دي جبت ان كي اكبر من زيرو، جبت الشرط بتاع الكي، يبقى اروح للمعادله دي اخلي الكي اتش في طرف لوحدها، اخلي الكي اتش في طرف لوحدها ازاي؟ اودي 4 كي بالموجب الناحيه الثانيه لو، واودي الاربعه بالسالب، وبعد كده اقسم على 20 كي، المهم تطلع الكي اتش بالمعادله دي. ركز معايا كده، هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الكي اتش موجبه، هو في راس السؤال اصلا لو رجعنا راس السؤال بيقول لك ان الكي اتش لازم تبقى موجبه، موجبه يعني اكبر من زيرو، هو الكي اتش عشان تبقى موجبه لازم الترم ده يبقى اكبر من زيرو، موجب اكبر من زيرو، وقلنا طول ما الترم ده عشان يبقى اكبر من زيرو لازم البسط يبقى اكبر من زيرو والمقام اكبر من زيرو، المقام اكبر من زيرو يعني الكي اكبر من زيرو اللي هو الكونديشن اللي فوق، خلصنا منه. هروح للبسط، لازم البسط يبقى اكبر من زيرو يعني كي ناقص واحد اكبر من زيرو، يبقى الكي لازم تبقى اكبر من واحد، يبقى عندي الكي اكبر من واحد والكي اكبر من زيرو، اخد مين فيهم؟ اخد الكي اكبر من واحد، يبقى لازم دمج الشرطين مع بعض، لازم ان الكي تبقى اكبر من واحد، وقتها اروح اعوض في الكي اتش، يبقى تاني عشان الكي اتش تبقى موجبه لازم البسط ده يبقى موجب والمقام موجب، المقام موجب يعني الكي اكبر من زيرو، البسط موجب يعني الكي اكبر من واحد، طب ما هي الكي اكبر من واحد والكي اكبر من زيرو المفروض الدمج بين شرطين ياخد الكبير يبقى الكي اكبر من واحد، والكي اتش دي هقول تعتمد على الكي، ما ممكن انت تختار الكي 2 بخمسه ب10 ب20، كل ما تغير قيمه الكي الكي اتش الرينج بتاعها بيتغير، يبقى ما اقدرش اجيب رينج الكي اتش، لا اقول له ان لازم الكي تبقى اكبر من واحد، اما الكي اتش هتعتمد على الكي من المعادله دي، يبقى انا جبت الرينج بتاع كي لازم تبقى اكبر من واحد، والكي اتش لازم تبقى اكبر من الترم ده عشان تبقى موجبه، يعني لما تاخد الكي ب2 هتلقى الكي اتش بتعوض عن الكي ب2 تطلع الكي اتش اكبر من كذا، هتاخد الكي ب5 يبقى تعوض عن الكي هنا تطلع الكي اتش اكبر من قيمه ثانيه، يبقى الرينج بتاع الكي اتش بيعتمد على الكي، يبقى المساله كده اتحلت. نروح لاكزامبل 5، عندي معادله بالشكل ده، تمام؟ عايز الرينج بتاع الكي عشان احقق الاستابيليتي. ناخد المعادله دي مترتبه اهو، نحطها في الراوس تيبل زي ما قلنا. يلا اسس 4 تبقى بواحد، الترم اللي بعده يبقى بواحد، واحد. اس تكعيب هتبقى كي، سيب ده اخد ده تبقى بواحد، مفيش حاجه تاني. ابتدي اقول الكي في واحد ناقص واحد في واحد على كي، تخلص دي طبعا تطلع بكي ناقص واحد على كي. ركز معايا كده، العمود ده مع العمود ده ينزل الواحد هنا، على طول نزل الواحد هنا زي ما احنا اتعلمنا اهو. يلا كده انا عايز اس واحد، المعامل اللي هنا عباره عن ايه؟ فك المحدده اللي فوق منه، فكها ازاي؟ ده في ده ناقص ده في ده على ده،
لازم تفكها يعني، تمام؟ فكها كده واقسم هتخلص المعادله دي. طبعا هنا كيف المقام كيف المقام، اضرب بسطا في مقاما في كي وخلص، انا خلصتها اهو، تطلع بالمعادله دي. انا عايز العنصر اللي هنا يبقى فك بالمحدده اللي فوق منه، يبقى الوحده سقطه هنا، سقط دي هنا على طول مباشره، يبقى تطلع عندك بواحد. يبقى كده انا جبت العمود الاول. يبقى العمود الاول دايما لازم يبقى موجب عشان السيستم يبقى ستيبل. يبقى عندي الكي لازم تبقى اكبر من زيرو، الترم ده لازم يبقى اكبر من زيرو، والترم ده اكبر من زيرو. يلا كده من المعادله دي، كي ناقص واحد اكبر من زيرو، البسط يبقى الكي اكبر من واحد، المقام كي اكبر من زيرو. ادمج الشرطين دول مع بعض، مع الشرط الاول يبقى كي اكبر من زيرو، اكبر من زيرو، اكبر من واحد، يبقى لازم الكي تبقى اكبر من واحد. اعمل ايه بعد كده؟ نروح للمعادله الثانيه، لازم البسط يبقى اكبر من زيرو والمقام اكبر من زيرو. يلا كده البسط اكبر من زيرو، مش عارف اخلصها، دي معادله تربيعيه. اوعى تقول لي حللها غلط، دي متباينه، دي متباينه اكبر. هاخد المقام كي ناقص واحد يبقى اكبر من زيرو، يبقى الكي اكبر من واحد، يبقى كي اكبر من واحد، ومحصله الفوق اكبر من واحد، يبقى الناتج يطلع كي اكبر من واحد. طب هل كي اكبر من واحد على طول؟ ده في كونديشن هنا انت ما عملتلوش تشيك. ركز معايا كده، لما تبقى كي اكبر من واحد، كي اكبر من واحد، ادي الكي اكبر من واحد، يبقى تبقى موجب. هنا الكي اكبر من واحد لما تربحها تبقى قيمه كبيره مقارنه بالكي. تاني عوض، لو عوضت على الكي باتنين هتاخد الكي باتنين تربحها تبقى بكام؟ باربعه، يبقى بيجيت ايه؟ اكبر منها، بس مضروبه في سالب، مضروبه في سالب، يعني الترم السالب هو اللي مهيمن على المعادله، وكمان بضيف سالب واحد على الناتج، يعني انا بزود الاشاره السالب. يبقى الترم ده دايما طول ما كي اكبر من واحد يطلع سالب، ما يطلعش اكبر من زيرو، ده هيطلع اقل من زيرو، يبقى الشرط ده مش هيتحقق. تاني احنا من المحصله الشرط اللي فوق والشرط اللي هنا انا طلعت ان كي تبقى اكبر من واحد. طب اروح للمعادله دي، معادله تربيعيه ما اقدرش احللها، ما ينفعش تتحلل. لا اعمل ايه؟ اقول كده طول ما ان كي اكبر من واحد عشان يحقق الشرط، بس هل الكي اكبر من واحد تحقق هنا؟ هروح اعوض عن الكي، لما اتعوض عن كي اكبر من واحد قيمه موجبه اكبر من واحد، بس القيمه دي هتتربع، يعني واحد ونص، واحد وواحد من عشره لما تربحها القيمه تكبر. القيمه لما طول ما اكبر من واحد، اكبر من واحد لما تربحها تكبر، لما تكبر عندك تضربها في سالب، يبقى الاشاره السالبه هي اللي مهيمنه في المعادله، يبقى الناتج يطلع سالب. ده مش كده وبس، ضيف عليه سالب واحد يبقى سالب اكتر، يبقى الترم ده كله هيطلع سالب. هل هو اكبر من زيرو؟ لا طبعا، يبقى الشرط ده مش متحقق. طول ما الشرط اختل ومش متحقق يبقى مفيش رينج الكي عشان السيستم يبقى ستيبل. يبقى نفس الكلام اللي انا قلته، يبقى مفيش رينج الكي عشان السيستم يبقى ستيبل، يبقى there is no value of k that allows stability of the system عشان تخلي السيستم ستيبل، يبقى كل قيم كي هتخلي السيستم unstable. كده فيديو النهارده انتهى. في حلقه النهارده اخدنا ازاي اعمل ديزاين، ازاي ان انا اجيب unknown constant موجود في سيستم عندي عشان اعمل ليه ديزاين واخلي السيستم ستيبل عندي. طبعا انا بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك كومنت والشير، وشكرا جزيلا.